ينضم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أرحب بك سيادة العميد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. ما نشهده اليوم بين نتنياهو وبايدن، بين إسرائيل وأمريكا، هو لعبة يدفع ثمنها الفلسطينيون. ماذا يعني أن يلوح بموضوع حرب مع لبنان وحزب الله اللبناني ويربطها بتوريد أسلحة من أمريكا لإسرائيل؟ أعتقد أنا أنه المصالح الأمريكية الإسرائيلية هي أكبر بكثير من كل هذه المناورات التي أو التباينات في المواقف التي تظهر من حين لآخر بين نتنياهو الذي يمكن تسميته برئيس الحكومة المتمرد على الإرادة الأمريكية بشكل أو بآخر، وبين الإرادة الأمريكية القابضة على القابضة على كل التعزيزات وكل الدعم العسكري، وحتى قابضة على توقيت المعارك التي تخوضها إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن التقاطعات والنقاط المشتركة هي أكبر بكثير من كل ما نراه، وربما وربما يكون حقيقة كل ما يجري هو عملية استثمار في الوقت الضائع لعمليات عسكرية أو دبلوماسية تتم أو ستتم في وقت يصعب تحديده من الآن. أنا أعتقد أولا أن نتنياهو كان واضحا أنه نتنياهو يريد الذهاب إلى الحرب. أعتقد أن هناك نوع من التباين بين شروط المعركة في غزة وشروط المعركة في لبنان. في غزة من الواضح أن الإدارة الأمريكية تريد حقيقة أن تصل إلى وقف إطلاق نار مع شركاء عرب اختارتهم واشنطن، وأعتقد أنه إقصاء إيران عن كل مسار التفاوض للجدار حول غزة هو ما يشعل الجبهة في لبنان. الآن هل ستخوض إسرائيل المعركة على الجبهتين أم سيكون هناك عمليات محدودة في رفح بالتنسيق مع الشركاء العرب لواشنطن، أم أنه سيتم التوصل خلال الأسبوعين المقبلين كما تقول واشنطن إلى وقف لإطلاق النار بشروط لا ندريها في غزة ليتم بعدها التعامل مع حزب الله في الجنوب اللبناني؟ أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد للتعامل مع حزب الله في الجنوب اللبناني. بأي معنى؟ بتوسيع نطاق الحرب عندما توقف القتال في غزة، هذا ما تقصده سيادة العميد؟ هل ستبلع اليوم أم لا تستطيع أن تبلع إسرائيل ضرب عقيدة الأمن لديها للمرة الثانية؟ المرة الأولى كانت في 7 أكتوبر، المرة الثانية أنها اليوم تقاتل على أرضها بين مزدوجين، هي ليست أرضها، هي الأراضي الفلسطينية المحتلة. عندما يتم اليوم هذا الهجوم بينها وبين حزب الله، هي اليوم ترد من الأراضي وهي المرة الأولى. إذن هل تستطيع أن تبلع ضرب عقيدة الأمن الإسرائيلية؟ أعتقد أنه عقيدة الإسرائيلية التي كانت قائمة على نقل المعركة إلى أرض الخصم لم تعد واقعية، تجاوزتها أولا الانسحاب الإسرائيلي دون شروط في العام 2000 من لبنان، تجاوزتها كذلك حرب 2006 حيث كان الجهد الرئيسي يعتمد على القصف الجوي، والمعارك البرية ربما دامت في البضعة الأيام الأخيرة من حرب 2006 التي دامت 34 يوما. نحن اليوم طبعا أمام نموذج جديد من المعارك. إسرائيل بدأته باغتيال قادة وكوادر عسكرية ولتدمير بنى تحتية دون أن تذهب إلى تدمير أي من الأعيان المدنية أو البنى التحتية المدنية في لبنان. ولكن وفقا للزيارة الأخيرة التي قام بها هوكستاين، والتي هي استكمال الزيارة التي تمت قبل ذلك ربما بأكثر من شهرين إلى بيروت، كان واضحا أن الموقف الأمريكي لم يعد موقفا تفاوضيا. تريد الولايات المتحدة وقف إطلاق النار وتريد تطبيق القرار 1701 وفقا لمندرجاته الدولية، ونقطة الخلاف مع طهران عبر حزب الله هي أن طهران لا تريد أن تنسحب من الجنوب اللبناني، ليس لأنها تريد أن تبقى مستعدة لمواجهة إسرائيل، بل لأنها تريد أن تكون شريكة للولايات المتحدة في مسألة تتعلق بأمن إسرائيل، وبالتالي تريد تأكيد الدور الإيراني في عوامل الاستقرار في المنطقة. اليوم الجبهة اللبنانية هي منصة لطهران ليس لقتال إسرائيل،
بل لتأثير حضورها الإقليمي وشراكة ما تنشدها مع الولايات المتحدة، التي أعتقد أنا بنظري الشخصي أن الولايات المتحدة بعد الدروس التي استخرجتها من طوفان الأقصى لا تريد أن تبقي ميليشيات مسلحة على حدود إسرائيل، وبالتالي يعني ستنحصر الشراكة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية التي درجنا عليها منذ العام 2000 و2003 في العراق وفيما بعد في سوريا وفي لبنان في 2006. ربما تريد الولايات المتحدة أن تكون مسألة، هل هو وقت اجتثاث لهذه العلاقات بشكلها الذي تشير إليه سيادة العميد، أم أنها ستبقى رهن يعني المحاولات أو المفاوضات المكوكية بين الأمريكي والإيراني في الجنوب اللبناني؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارها، وأنا لا أؤمن أن هناك شراكة إيرانية أمريكية. هناك نفوذ توزعه الولايات المتحدة على وكلاء إقليميين تشكل إيران أحد هؤلاء الوكلاء، وبالتالي يعني واشنطن هي من يوزع الأدوار اليوم. طبعا ربما لا تستطيع أن تبتلع طهران تغيير من هذا النوع وأن تخرج يعني من القبض السياسي على القرار في لبنان ومن عملية يعني مشاغلة أو مناوشة أو ربما تشكيل جزء من 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 عوامل الاستقرار على جبهة إسرائيل وبناء مما يبقي يعني جسور مفتوحة في موضوع استقرار إسرائيل مع الولايات المتحدة. لذلك أنا أعتقد إنه الجبهة في لبنان ذاهبة إلى التصعيد، لن يكون هناك أي مخرج آخر. أشكرك. وربما تبحث الآن الولايات المتحدة عن ظروف مؤاتية في غزة لمباشرة العملية في لبنان. أشكرك جزيل الشكر العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، حدثتنا من بيروت.